السيد ناصر وريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسلامي والمغاربة المقيمين في الخارج، وعلى الجانب اليمني السيد أحمد عوض المبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين من جمهورية اليمن. الآية الأولى هي عبارة عن مذكرة تفهم بشأن إنشاء آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي البلدين. شاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.